اطمن جماهير النادي الاهلي على احمد عبد القادر. احمد عبد القادر جاهز بنسبه 1000000% لخوض هذا اللقاء بعد ما كان تعرض لكدمه قويه في الكتف في مباراه بالميرس. عمل اشعه امبارح اشعه رنين اكدت ان هو سليم تماما. امبارح شارك في التدريبات من غير التحامات، النهارده شارك بالتحامات بشكل ممتاز وما شاء الله عليه جاهز بنسبه 100% لمباراه الهلال. محمد عبد المنعم كذلك جاهز جدا، يعني الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للفريق يا كابتن اسلام يا كابتن هاني. لو في اي استفسار معاك. لا طبعا احنا كنا فعلا عايزين نطمن على احمد عبد القادر، لان كان في طبعا احنا قلقنا شويه حتى لما قلنا او طلع ان هو بيشارك بس يعني بشكل خفيف بدون احتكاكات، وبالتالي كنا قلقانين شويه ان هو لم يصل للجاهزيه التامه، لكننا طمنتنا لانه كمان لعيب مميز جدا جدا على مستوى مهاري عالي جدا. واعتقد احنا بيني وبينك يا كابتن هادي بصراحه احنا مش ناقصين اصابات، يعني الموضوع بقى صعب يعني. القصه حظ الاهلي يا جماعه السنه دي صعب جدا في البطوله دي بالذات، يعني هي التارجت بالنسبه لمنظومه النادي الاهلي ايه؟ اكيد تتفقوا معايا كابتن اسلام كابتن هاني كيشو حنفي كل الجماهير يتفقوا معايا ان الهدف والتارجت الاساسي بالنسبه للمنظومه كلها هو كاس العالم للانديه. احنا خدنا برونزيه مرتين قبل كده، شاركنا المره السابعه في البطوله، فنفسنا ان احنا نوصل لمرحله احنا ما وصلناهاش قبل كده. المباراه النهائيه على الاقل كمان او الناس كلها كانت بتشتغل. طبعا الناس كلها كانت بتشتغل على الحلم ده، انك اقل تقدير السنه دي تاخد ميداليه فضيه اللي هو توصل للمباراه النهائيه. صحيح. بقى تقدر تفوز بالبطوله، ما تقدرش انت حققت انجاز، لكن بصراحه ما فيش حظ اسوأ من كده. تعارض مواعيد ما بين افريقيا وكاس عالم انديه، غيابات واصابات لابرز اللاعبين حتى اللي مش بيشاركوا في افريقيا، واحد زي بيرسي تاو ده لعيب مهم جدا انت جايبه عشان كاس عالم، وعمار يعني عمار حمدي كمان طبعا ياسر عمار حمدي اكرم توفيق بدر بنون حتى بدر. صحيح. بنون اللي انت برضو بتبني عليه خططك في طريقه اللعب بتطلع بيه من تحت من ورا لقدام بالكوره، الراجل كورته حلوه قوي برضو اصابه بتعطله، فكل الظروف بتعاند النادي الاهلي. وانا الميزه برضو يا كابتن اسلام يا كابتن هاني ان جماهير النادي الاهلي عندها قدر كبير قوي من الوعي، يعني هم الناس كانوا عارفين طموحنا واصل لحد فين واحنا عايزين نوصل لفين، وبرده مش هكون ببالغ والله لو قلت ان طموح جماهير النادي الاهلي هو الفوز بكاس العالم للانديه، يعني نفسنا ان الحلم ده يتحقق عشان يبقى البطوله الوحيده اللي الاهلي شارك فيها هي البطوله دي الوحيده اللي ما خدناهاش، احنا كل البطولات شاركنا فيها خدناها، ناقص لها كاس عالم انديه. وكاس الرابطه دي بطوله مستحدثه ان شاء الله هناخدها كده اجلا ام عاجلا يعني، لكن كاس عالم انديه هو الهدف الاساسي. الهدف الاساسي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي.